من الطبيعي أنه في هذا العالم الذي نعيش فيه يتم الحكم على أي شخص من خلال الزي الذي يرتديه، حيث هذا هو ما يجعل باقي الأشخاص يعاملونه باحترام. لكن في الحقيقة لا يعتبر الزي الذي يرتديه الناس هو الذي يعبر عن حالتهم وثروتهم وتعليمهم. ونحن هنا اليوم أصدقائي في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم هذه القصة التي سوف تجعلكم تعيدون التفكير كثيرا. مستعدون أصدقائي؟ هيا بنا لنبدأ. مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة هل تعلم في كل مكان. في يوم من الأيام اقترب هذا الرجل الذي كان يبدو عليه أنه فقير ولا يمتلك ثروة كبيرة، قام بالدخول إلى واحد من معارض السيارات الفخمة. كان الجميع ينظرون إليه نظرات اشمئزاز غريبة ويتعجبون من تواجده في هذا المكان، خاصة أنه من الواضح عليه أنه لا يمتلك أي مال يكفي لتوفير الطعام للغد، فكيف به يدخل إلى هذا المكان؟ لكن بعد ذلك قام بطلب ركوب هذه السيارة وتجربتها وأبدى رغبته في الشراء. وبعدها جاء رجل المبيعات واعترض على اقتراب هذا الرجل من السيارة، لكنه أجابه وقال: إنها سيارة معروضة للبيع، فما هو المانع الذي يمنعني من الاقتراب منها؟ رد عليه رجل المبيعات بطريقة واضحة وقال: نحن لا نسمح بدخول الفقراء إلى هذا المكان، يجب عليك أن تنظر إلى هذه القطعة التحفة التي تحاول أن تلمسها بيديك وأنت لا تملك أيا من سعرها. بعدها قام باقي العمال في المعرض بالسخرية من هذا الرجل، وكانوا يطلبون منه الرحيل فورا من داخل هذا المعرض، ذلك لأنه كان يبدو عليه أنه فقير جدا. وبدون محاولة لمراعاة مشاعر هذا الرجل الفقير على ما يبدو، كان الجميع يسخرون منه بهذه الطريقة التي جعلته يشعر بحزن كبير جدا ويغادر المكان. وبسبب هذا الموقف المحرج خرج هذا الرجل من المعرض ونسي أن يأخذ معه الحقيبة التي كانت في حوزته في البداية. بعد ذلك خرج أحد الموظفين من المعرض وكان يركض خلف هذا الرجل العجوز لكي يعطيه الحقيبة. قال له الرجل العجوز: إن هذه الحقيبة تحتوي على كل المستندات والأوراق اللازمة في حياته، كما أنها تحتوي على كل الثروة التي قام بتجميعها. بعدها كان الموظف يحاول استجواب الرجل العجوز بطريقة محترمة ويقول له: أنا لست مثل باقي الأشخاص الذين يعملون معي في نفس المعرض، ولكنني أريد أن أفهم كيف كنت ترغب في شراء سيارة من داخل هذا المعرض الفاخر. قال له الرجل: أنا كنت حقا أريد شراء سيارة، لكنني لم أقم بعمل هذا الشيء الآن. قال له الموظف: إن باقي العمال في المعرض كانوا يعتقدون أنك ترغب في الاقتراب من هذه السيارة ومحاولة لمسها وركوبها من الداخل فقط لا غير، ولهذا تمت معاملتك بهذه الطريقة، وذلك لأن ملابسك توضح أنك فقير مع الأسف. قال الرجل العجوز: أنا أتفهم ذلك، ولكنني كنت أعمل طوال حياتي من أجل هذا اليوم، لهذا كنت أحمل كل الثروة التي قمت بتجميعها في هذه الحقيبة حتى أستطيع شراء سيارة تساعدني على الحصول على الراحة وأنا في هذا السن الكبير وصعوبة السير والحركة. في هذا الوقت كان العامل الموظف قادر على تصديق هذا الرجل العجوز، وكان يعتقد أنه بالفعل في هذه الحقيبة توجد كل الثروة التي يمتلكها هذا الرجل العجوز، والتي من الممكن أن تساعده في شراء سيارة بالفعل. لكن هذه التصرفات الوقحة التي قام بها الموظفون لا يجب أن تحدث مع أي شخص. ثم بعد ذلك أخبره الرجل العجوز أنه متزوج من امرأة تعاني من مرض خطير جدا، وكان يحتاج إلى أن يقدم لها الكثير من المساعدات التي تساعدها في تحسين حياتها، حيث أخبر الأطباء أنها بعد نصف عام سوف تتعرض إلى الوفاة، ولهذا كان يحاول شراء واحدة من هذه السيارات الفارهة.
وذلك بسبب أنها تعشق السيارات بشدة. كان يعمل باستمرار من أجل توفير الأموال اللازمة التي تساعده في تقديم أفضل شيء لها. في هذا الوقت أدرك الموظف أنه يستطيع الحصول على وظيفة بكل سهولة والحصول على المال اللازم له، على عكس هذا الرجل الذي كان يعمل باستمرار حتى يستطيع توفير الشيء الذي ترغب فيه امرأته بسبب مرضها الخطير الذي تعاني منه، مما يؤكد على أنه في النهاية لا يحتاج إلى أن يتم معاملته بهذه الطريقة في معرض للسيارة الخاصة، وذلك بأنه كان معه المال الكافي في هذه الحقيبة. قال له الموظف: أنا سوف آتي إليك في الأسبوع القادم حتى أساعدك في شراء سيارتك التي كنت ترغب فيها بالفعل. عند الذهاب إلى المنزل اكتشف أن زوجته مريضة ولا تزال نائمة على السرير وغير قادرة على القيام. في هذا الوقت كان يتحدث معه عن السيارة التي يرغب في شرائها. قام بعرض الأموال عليه، وكان الموظف مندهشا تماما من أن هذا الرجل يمتلك فعلا الأموال بهذه الكمية الكبيرة لشراء سيارة فاخرة. ثم بعد ذلك جاء الرجل العجوز بعد مرور أسبوع إلى ذلك المعرض مرة أخرى من جديد، لكنه كان يرتدي هذه المرة ملابس فخمة، مما جعل العمال جميعهم مندهشين من هذا الرجل، وكانوا غير قادرين على النطق بأي كلمة، كما أنه كان يشاهد جميع السيارات التي يرغب في شرائها. ثم بعد ذلك قام بتوقيع عقد شراء وقام بإخبار زوجته في الهاتف، لكن لسوء الحظ كانت حالة زوجته في تدهور مستمر، وبعد مرور شهر تم استلام السيارة وطلب منها أن تخرج معه في رحلة، وكانت هذه هي أول وآخر رحلة تخرج فيها معه في هذه السيارة التي كانت تحلم بها. واستطاع حينها الذهاب إلى أول مكان تعارف فيه على بعضهما البعض. في هذا الوقت كانت حالتها تتدهور وكانت لا تنطق ولا تتحرك، لهذا قام بنقلها إلى المستشفى، واتضح أنها تعرضت إلى الوفاة. كان يشعر الرجل العجوز بحزن شديد جدا، لكنه استطاع في النهاية تحقيق حلم زوجته، وبعدها توفيت. وكان الموظف يحرص دائما على زيارة هذا الرجل العجوز وتقديم الدعم النفسي له في هذا الوقت الصعب جدا. تؤكد هذه القصة على أنه لا يجب على أي شخص منا الحكم على شخص آخر من خلال ملابسه التي يرتديها، لأنها ليست بالضرورة هي التي تجعلك قادرا على أن تعرف أو تصنف الأشخاص الذين يقفون أمامك. أعزائي متابعي قناة هل تعلم، إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. وإلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.